الحقيقة الحدث ده مصر هتستضيفه كأول دولة أفريقية في التاريخ تستضيف كأس العالم للجمباز رجال وسيدات بمشاركة 25 دولة. وزي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت 25 دولة من الدول الكبرى في الرياضة، لأن الجمباز الحقيقة من الألعاب اللي مش أي دولة بتلعبها، الدول الكبرى في الرياضة وهي لعبة أولمبية كمان. ف 25 دولة من كبريات الدول الرياضية في العالم جاية مصر أو وصل بدأت توصل مصر بأمر الله عشان تشارك في هذا أو هذه البطولة. خليني أقول لكم الاتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين عمل شغل كبير جدا الفترة اللي فاتت عشان ينجح في استضافة كأس العالم، وكان في دعم كبير من الدولة المصرية ممثلا في وزارة الشباب والرياضة طبعا الدكتور أشرف صبحي الذي لا يتوانى أبدا في دعم الأحداث الرياضية الكبيرة اللي بتتنظم على أرض مصر.